كثر حديثي في المدة الأخيرة على أن السلفية، سلفية حرب الخليج هذه علمانية، وبعض الإخوة ناقشني في ذلك حتى من المحبين وناقشته. أولا أنا وأمثالي مستعدون للجلوس للمناقشة وللمناظرة على الهواء مباشرة في ذلك إذا كان المكان آمنا، هذه واحدة. فإن ظهر الحق لهم سلمنا، وإن ظهر لنا سلموا، وإن عاندوا عاندوا وكابروا، هذه واحدة. اثنان، المسألة نقدمها للليبيين ببساطة، أهل البساطة، المسألة في علمانية هؤلاء حددها وبينها الدكتور محمود جبريل. محمود جبريل يقول علماني، بينها والله ووضحها تمام الوضوح بأمرين. قال الدكتور محمود جبريل إن الدولة لا دين لها، إن الدولة لا دين لها، وهذه العلمانية. الدين فردي، الدين خيرا فردي، لا يتعلق بالحاكم ولا بما يحكم ولا بالدولة، وإنما يتعلق واحد يصلي يزكي، يعني حيض نفاس، تقدم يدك اليمنى في كذا، اليسرى في كذا، آداب الحيض، آداب الاستنجاء، آداب التيمم، هذا الحج، عمرة، صيام، إن شئت زكيت. الدولة ما تتعلق بالزكاة، إنما إن شئت، لأن الزكاة أنواع، منها ما هو خاص بالفرد ومنها ما يتعلق بالدولة، والعامل فيه ركن. على كل حال، فهذا هو بينه، قال الدولة لا دين لها. فهؤلاء أيضا ماذا قالوا؟ قالوا الدولة لا دين لها، الدين للفرد، وعنوا عناية كاملة، مشكورين في مسألة الفرد، وإن بالغوا في بعض المواضيع أو جعلوا مذهبا واحدا فقط، لكنهم عنوا بالفرد. وماذا فعلوا؟ وفي المقابل لم يعنوا بالدولة. دولة عندهم كافرة مسلمة، تطبق الشريعة ما تطبق، هذا ولي أمر ضب الرأس مع ربي، وإحنا ما عندناش به علاقة، علينا أن نسمع له ونطيع، مش وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا، وإن جلد دينك وأخذ مال الله. إذا ما الفرق؟ ولذلك هو الدكتور جبريل بروحه بيّن المسألة بعد ذلك. الكلام الأول، الدولة لا دين لها، ساويتموه، عنيتم بالفرد وشغلتم عن الحاكم وعن تطبيق الشريعة، وهذه هي العلمانية، هذه هي العلمانية، سميتوها علمانية، سميتوها سلفية، سموا ما شئتم، هي علمانية. الأمر الثاني، الدكتور محمود جبريل نفسه قال ليس بيننا وبين السلفية أي شيء، فيش عداوة بيناتنا، قال هذا، سمعت بأذني، صحيح، وأقوله صدقت، وأقوله صدقت، الرجل صادق في كما هذا صادق، نعم صادق، لأن شيء، نعم، لما اتفق على أن الدولة لا دين لها وأن الدين خاص بالفرد، حتى محمود جبريل يقول هيك، يقول الدولة ما عندهاش دين والفرد عنده دين، وأنتم قلتوا الفرد عنده دين والدولة ما عندهاش دين، سواء قلتموه بالمقال أو بالحال، بالمقال أو بالحال، فهذه علمية، هذه أذكرها الآن على يعني سهولة وبساطة للناس. أما من أراد الجلوس والدلائل ذكرنا له ذلك بإذن الله.